طيب تجربة جده حبيبي مع الفنان محمود ياسين ليه شايف ان هي ما خدتش حقها؟ اصل دي الفيلم نزل يوم مذبحة بورسعيد 1 فبراير. التوقيت المشكله كانت في التوقيت. التوقيت طبعا التوقيت والظروف اللي احنا عملنا فيها الفيلم كانت ظروف قاسيه جدا. يعني ودي انا اشكر شركه الانتاج، لان شركه الانتاج كل الناس توقفت عن الانتاج بعد الثوره. كل الناس وقفت، يعني حتى المسلسلات اللي كانت داخله في ذلك الوقت توقف انتاجها. اللي حصل بعد كده ان شركه الانتاج قلت لهم يا جماعه احنا في ارتباك، الدنيا مش باينه ومش معروف بقى السينما ايه، الفيلم اللي هيخلص هيتعرض امتى. فالناس قالوا لي لا هننزل نصور، فكنا بنصور حتى لما كان بيبقى في حظر تجول لحد الساعه 4، احنا كنا بنشتغل مثلا من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 3 وبعد كده دايما بنطور. المصريين يعني الظروف مش بتقف. شركه الانتاج بطله ان هي كملت تصوير الفيلم. احنا كنا بنصور 4 ساعات طبعا في فتره ما كانتش سهله، وكانت ظروف التصوير، وكانت كمان مشاهد الفيلم في مشاهد كانت في مشاهد في التحرير وفي مشاهد في وسط البلد وانا صورتها كمان صورتها. فكانت ظروفه الى جانب بقى بعد ما خلص الفيلم لما جينا ننزل عرضه، نزلناه يوم الماتش ده، فالدنيا راحت مقفوله تاني طبعا. عمرنا ما بننسى. انما هو فيلم انا سعيد جدا طبعا بتجربتي مع 2 فنانين كبار جدا. العظيم الراحل محمود ياسين العظيم حقيقي، وحبيبتي جدا 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 رقه السينما المصريه وسمراء الشاشه لبنى عبد العزيز.